كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. احنا كطبقة شغيلة في هذه البلاد هذه هي، وبالخصوص الطبقة اللي كتعاني اللي كتشوف برضك السميك ديال جوج دراهم، كما كتشوفوا حد يعني الناس على رؤوس الأصابع. فاليوم كاين واحد الفينال ديال المدريد، فالناس غير مهتمة بتاتا بهذا الارتفاع الأسعار، ولو كأن غير هاد الناس هما اللي عليهم مرتفع الأسعار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فبركة من ديك الهضرة الخاوية في التعاليق واللي كتعلقوا وكتقولوا البوطة وكتقولوا هذوك، وفي الآخر كتشوف مجموعة قليلة هي التي تناضل وهي اللي كتتكلم على هذا ارتفاع الأسعار. ولذلك نطالب من الحكومة أنها تشوف من حال الطبقة الكادحة والطبقة الدرويشة في هذه البلاد. هذا وشكرا لكم أخي الحبيب. بالنسبة لي أنا ليس الفكرة بالكثرة، ليس العبرة بالكثرة، نحن مع الحق سواء كنا قلة أم كثرة، نحن مع الحق. هذا ليس بحق الناس تتعود هذا ماشي حق، راه المسكين ضايع وإحنا يا معاهم كنحسوا باللي كيحسوا به، وجينا نقولوا هذا ماشي حق سواء كنا قلة أو كثرة، هذا ليس مهم. وزادونا بالخبز والزيت.